مرحبا بكم أعزائي المتابعين، وصلنا إلى الجزء الأخير من حل نشاط الصف السادس الابتدائي للفصل الثاني. وصلنا إلى الدرس السابع من الفصل الثاني Unit 2 Lesson 7. كما عودتكم بشرح الدروس بقناتي، سوف أقرأ وأترجم. Listen and read. استمع وقرأ. When you open a book، عندما تفتح كتاب، Do you think about how paper is made؟ هل تفكر بكيف يصنع الورق؟ The history of paper، تاريخ الورق. History books، كتب التاريخ. Tell us، تخبرنا. That paper was invented، أنه تم اختراع. Invented، اختراع الورق. In China، في الصين. More than 2000 years ago، في الصين منذ أكثر من 2000 سنة. But the ancient Egyptians، لكن المصريين القدامى، ancient قدامى، Egyptians المصريين، made a type of paper، صنعوا نوعا من الورق، from papyrus plants، من ورق نبات البردي. A long time before this، قبل ذلك بوقت طويل. Paper is everywhere، الورق بكل مكان. We use paper، نحن نستخدم الورق. For so many things، للعديد من الأشياء. That we can't think about a world without it، بطريقة إننا لا نستطيع أن نفكر بالعالم بدونه. Without it، أي إننا لا نستطيع أن نتخيل العالم بدون الورق. Does your family read newspapers؟ هل تقرأ عائلتك الجرائد؟ Magazines، المجلات. And books، أو الكتب. We use boxes، نحن نستخدم الصناديق، بمعنى الصناديق الورقية، الكرتون. Paper towels، paper towels، المناديل الورقية. Paper bags، الأكياس الورقية. And many more paper things every day، والعديد من أنواع الأوراق كل يوم. In the classroom، في الصف. We write on paper every day، نحن نكتب على الورق كل يوم. Paper is everywhere، الورق بكل مكان. What is paper made from؟ مما مصنوع الورق. Most paper، أغلب الورق، is made from wood، مصنوع من الخشب. But، لكن، there are other materials، هنالك مواد أخرى، that can be used، نستطيع استخدامها. Paper، الورق، can be made from cotton، ممكن أن يكون مصنوع من القطن. Grass، العشب. Straw، القش. Sugar can، قصب السكر. Or even from beets، أو حتى من البنجر. هذه صورة البنجر. Beets growing on a farm، البنجر يزرع أو ينمو بالمزرعة. Looking after trees، العناية بالأشجار. It's important، من المهم، that we conserve trees، أن نحافظ على الأشجار. Conserve بمعنى المحافظة. By recycling paper، بإعادة تدوير الورق. Recycling، إعادة تدوير. Many of the paper products we use today، العديد من منتجات الورق التي نستخدمها اليوم، are made with a large percentage of recycling paper، مصنوعة من نسبة مئوية كبيرة من إعادة تدوير الورق. B. Read and write، اقرأ واكتب. نضع T for true للجملة الصحيحة and F for false، وF للجملة الخاطئة. Number 1. Paper is all around us، الورق بكل مكان حولنا. At home، عند المنزل. And in the classroom، وفي الصف. هذه إجابة صحيحة، نضع T، true. Number 2. The first paper was made in China، أول ورق صنع بالصين. إجابة خاطئة، لأن المصريين القدامى هم أول من صنع الورق. Number 3. The ancient Egyptians، المصريين القدامى، didn't know how to make paper، لم يعرفوا كيف يصنعون الورق. هذه إجابة خاطئة، لأنهم أول من صنع الورق من نبات البردي. Only three things are made from paper، هنالك فقط ثلاث أشياء مصنوعة من الورق. إجابة خاطئة، هنالك العديد من الأشياء المصنوعة من الورق.
Number 5. I'm using paper now. أنا أستخدم الورق الآن. True. لأن أنا أقرأ به كتاب المفروض. Number 6. Paper can be made from many different things. ممكن صنع الورق من أنواع عديدة من الأشياء. True. صحيح. Converse means to look after. الحفاظ بالشيء يعني الاعتناء به. هذه إجابة صحيحة. T. We can't use old paper to make new paper. لا نستطيع استخدام الورق القديم لصنع ورق جديد. هذه جملة خاطئة لأن إعادة التدوير recycling تجعلنا نستخدم الورق القديم بورق جديد. Write the names under the pictures. اكتب الأسماء تحت الصور. هذه paper towels مناديل ورقية. هنا newspaper جريدة. A paper plane طائرة ورق. Paper bag كيس ورقي. الدرس الثامن lesson 8. I can أستطيع. Can you complete the crossword puzzle؟ هل تستطيع حل الكلمات المتقاطعة؟ It's made of glass. إنه مصنوع من الزجاج. You can see through it. تستطيع النظر من خلاله أو الرؤية من خلاله. الحل هو window. Window. شباك أو نافذة. These have 8 fingers. لدي 8 أصابع. And 2 thumbs. وإبهامان. الإجابة هي gloves. القفازات. The opposite of hard. عكس صلب. الإجابة هي soft. نعم. Number 7. They are made of rubber. إنه مصنوع من المطاط. And there are 4 of them on a car. ويوجد منهم 4 في السيارة. إنهم tires. العجلات. What is most paper made of? ما هو الذي يصنع منه أغلب الورق؟ Wood. الخشب. The ancient Egyptian made from papyrus. الإجابة هي paper. الورق. أما أفقيا. Number 1. They are made from metal. إنه مصنوع من المعدن. And you need them to cut your food. وتحتاجه لتقطيع طعامك. إذا نحن نتحدث عن knives. السكاكين. 4. Wool usually comes from. الصوف عادة يأتي من. الإجابة رقم 4. Sheep. من الخراف. In the mall. في مركز التسوق. Children's fashion is on the. ملابس الأطفال هي في. سادسا هنا. Floor. الطابق. Floor. آخر واحدة. The desk. فراغ. Big for my small bedroom. المنضدة أو الرحلة كبيرة لغرفة نومي. إذن 7. 2. جدا. هذه هي الحلول. أفقيا. Window. Gloves. Soft. Tires. وعموديا. Knives. Sheep. Floor. 2. My new words. كلماتي الجديدة. What are the new words you know? ما هي الكلمات الجديدة التي تعلمتها؟ Write 6 new words. Here and remember them. اكتب 6 منهم هنا وتذكرها. طبعا هذه الكلمات اختيارية. كل شخص يكتب الكلمات الجديدة التي تعلمها. أنا كتبت paper towel, tires, true, beets, conserve, papyrus. والآن الصفحة الأخيرة. Read and circle. اقرأ وضع دائرة. The correct word. للكلمة الصحيحة in each sentence. بكل جملة. في هذه النقاط الثلاثة نرى استخدام to. وto ككلمة تلفظ to. لكن عند الكتابة هناك ثلاث كلمات بلفظ to. To وهي T-O بمعنى كي يفعل والتي تأتي مع الأفعال غالبا. وto T-O بمعنى أيضا. وTWO بمعنى إثنان. سنختار الإجابة الصحيحة حسب المعنى. Number 1. I have uncles and 3 aunts. إذن هو تعداد. فنحتاج to التي تعني إثنان. Number 2. He won't buy a computer. الفعل يأتي معه عادة to. كي يشتري. لي يشتري. إذن to أول واحدة. Number 3. The denim jacket is small for me. صغير بالنسبة لي. فإذن to جدا جدا صغير. وهنا استخدامات and و but. وقلنا أن and تستخدم لإضافة معلومة. أما but فالجملة التي تأتي بعدها هي نقيضا للجملة التي تكون قبلها. لذا number 4. The blue scarf. الوشاح الأزرق. Is made of cotton. مصنوع من القط.
And it is very soft. وهو ناعم جدا. إذن لازلنا نصف الوشاح الأزرق فنستخدم and. Number five. There was rice and fish for lunch. كان هنالك أرز وسمك على الغداء. There weren't any vegetables. لم يكن هنالك خضروات. إذن هذه الجملة عكس الأولى فنستخدم but. Number six. My dad likes cheese. أبي يحب الجبنة. My mother doesn't. أمي لا تفعل. إذن هذه نقيض لهذه. إذا نستخدم but. Seven. First. أولا. We'll go to children's fashion. أولا سنذهب إلى أزياء الأطفال. And ثم. Then. We'll go to the play area. ثم سنذهب إلى منطقة اللعب. هذه النقاط من النقطة الثامنة إلى الحادي عشر. لم أحلها لأن الصور غير واضحة. لكني سأعطيكم القاعدة. This نستخدمها للإشارة للقريب المفرد. That نستخدمها للشيء الأبعد المفرد. These نستخدمها للجمع القريب. وthose نستخدمها للجمع البعيد. إلى هنا ينتهي حل كتاب النشاط للفصل الثاني من مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي. انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله ببدء شرح وحل الفصل الثالث. شكرا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.